أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 3500 طفل معرضون للموت بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات التجويع، مؤكدا ضرورة فتح المعابر البرية لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة وفك الحصار على الأهالي. ثمنت نائبة رئيس الوزراء وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي، وقالت فريلاند إن الاقتراح يعد خطوة مهمة يجب تنفيذها، وجددت كندا الدعوة إلى وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين والتدفق العاجل للمساعدات الإنسانية. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل أنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد ثمن خوسيه الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الدولي الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات، والذي يعد فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاكتشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا. ويجمع المؤتمر والمعرض كل ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 شركة من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم. أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية دكتور أحمد السبكي عن إطلاق منصتين إلكترونيتين تفاعليتين للتعليم والتدريب الطبي المستمر، مشيرا إلى أن المنصتين ستكونان منصات تعليمية إلكترونية عالمية متاحة لمقدمي الرعاية الصحية الأولية في منشآت هيئة الرعاية لتزويدهم بأحدث العلوم والتكنولوجيا والأدوات للإدارة والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية وتبادل الخبرات والوصول إلى الأوراق والأبحاث والمجلات والمنشورات والدوريات الطبية العلمية. نفت وزارة التربية والتعليم زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100%، موضحة أنها لم تصدر أي قرارات أو تقارير بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أن التقارير المنشورة حملت تفاصيل مغلوطة واستندت لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق، موضحة أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية.